أهلا وسهلا بيكم في برنامجنا زي السكر. أنا نرمين هنو، والنهاردة إن شاء الله نقدم لكم حاجات حلوة تعجبكم وتنول رضاكم. أول حاجة نقدمها مع بعض هتكون رول قمر الدين، وده حلو علشان بعد الفطار. أما بالنسبة للسحور فهنقدم لبعض حادق، هيكون عبارة عن شو بالجبنة والديك الرومي. ونطلع فاصل ونعمل مع بعض الحاجات الحلوة دي. اهلا وسهلا بكم. نعمل اول وصفه في حلقه النهارده اللي هي رول قمر الدين. ورول قمر الدين شبيهه خالص بالسينابان اللي كلنا بنحبها، لكن بدل ما هنحشيها بالقرفه والسكر البني هنحشيها بقمر الدين. نبتدي دلوقتي بالمقادير، وهنبتدي بمقادير العجينه: 4 كوب دقيق، 1 باكت خميرة جافة أو ممكن تبقى حوالي 1 معلقة كبيرة، 1.25 كوب لبن، 2 معلقة كبيرة سكر، 2 معلقة كبيرة زبدة، معلقة صغيرة ملح، 1 بيضة. بالنسبة للحشو هيكون 1 كوب سكر و2 كوب قمر الدين منقوع في عصير برتقان. ممكن ننقعه في مية بس هياخد وقت أطول. عصير البرتقان بيخليه يطرى بسرعة، بحيث ان احنا لما نحطه في الخلاط بيدينا الشكل ده، بحيث ان احنا نقدر نفرده في العجينة زي بالظبط ما بنفرد الحشو بتاع القرفة. وكمان هيبقى عندنا الايسنج اللي هنحطه فوق الوش: 2 كوب سكر بودرة، ونص معلقة صغيرة فانيليا، و4 معلقة كبيرة من شربات المشمش المركز. نبتدي بالعجينة. هنحط الخميرة والسكر واللبن الدافي، وطبعا هنسيبهم مع بعض لحد ما الخميرة تخمر وتبتدي تطلع الفقاعات بتاعتها. لكن طبعا دلوقتي احنا مش هنستناها، وهنحط بقية المقادير على طول وهنضرب العجينة مع بعض، كل المقادير مع بعض عشان تدينا العجينة اللي احنا عايزينها. وهي هتبقى برضو عجينة مش طرية قوي. وبعد كده هنسيبها تخمر ونجيب بعد كده العجينة الجاهزة. لكن نضرب دي الاول ونشوف الملمس بتاعها هيكون ازاي. طبعا هي لسه محتاجة تتضرب اكتر، وده بيبقى الملمس بتاعها. ولما تتضرب اكتر هتشد اكتر، وبالتالي هتمسك نفسها اكتر. واجيب دلوقتي اللي اتثابت حوالي ساعة لحد ما بقت ضعف الحجم بتاعها. وده بيبقى شكلها. ونطلعها. واجيب دقيق علشان هبتدي افردها زي مستطيل.
لان انا عايزه اعملها زي الرول. مش عايزه احط دقيق كتير، زي ما احنا شايفين العجينه مش طريه قوي بس هي كده. لان احنا هنحط فيها قمر الدين، وقمر الدين يعني كميه الميه اللي فيه عاليه، فما ينفعش تبقى العجينه كمان طريه قوي. كده كويس. الحشو مجرد ان انا هحط السكر على قمر الدين، لان زي ما احنا عارفين قمر الدين بيبقى مزز شوية. ممكن احط سكر بكميات متفاوتة، كل واحد يحط الكمية اللي هو بيحبها. ممكن نحط سكر بني برضو. وبعدين هنجيب الحشو ونحط هنا. نسيب اخر حتة علشان لما نلفه القمر الدين ما يطلعش من من اخر العجين. لكن من الاول نجيب للاخر علشان لما نلفه الرول من اوله يبقى فيه قمر الدين، يبقى شكله حلو، ما تبقاش اول حته فاضيه. اوكي، ودلوقتي نبتدي نلف اول العجين على اول الحشو بالشكل ده. طبعا لو حد عايز يحط مكسرات او اي حاجة تانية ممكن، بس هو كده سادة حلو كفاية. وأجيب صينية، هنشيل طبعا الحروف اللي هي ما بيبقاش الحشو وصل لها، ونقطع من النص، وكمان مرة نص، وبعدين مرتين. ننظف السكينة. نبتدي نرص في الصينية.
وبعدين هنسيبهم لحد ما يخمروا ويرجعوا يبقوا تقريبا مرة ونص قد مقاسهم دلوقتي، وبعدين نخبزهم في الفرن. انضف هنا واجيب الجازين ونعمل الفروستنج. ودلوقتي نعمل الفروستنج. هنحط السكر، البودرة، وشربة القمردين المركز، وشوية فانيليا، وهنضربهم مع بعض. وده شكل اللفائف أو رول قمر الدين، وده شكل الفروستينج بعد ما بيضرب. ونبتدي ننزل عليه على اللفائف شوية فروستينج. الشكل ده وكده يبقى عملنا حاجة يعني معظمنا بيحبها بطريقة جديدة وطريقة تليق على رمضان. وإن شاء الله تجربوها وتعجبكم. ودلوقتي نطلع فاصل ونعمل الحادق بعد الفاصل علشان السحور. اهلا وسهلا بكم. نعمل تاني وصفه في حلقه النهارده اللي هي الشو بالجبنه والديك الرومي المدخن. واول حاجه هنعملها هتكون عجينه الشو نفسها، والمقادير هتكون نص كوب زبده ونص معلقه صغيره ملح، واحد كوب ماء، وواحد كوب دقيق، واربع بيضات، ونص معلقه صغيره فلفل اسود، نص كوب ديك رومي مدخن مقطع شرائح صغيرة، وواحد كوب جبنة مبشورة. الجبنة ترجع لنوع الجبنة اللي احنا بنحبه. وبعد كده هنحط فوق الشو بعد ما يتخبز نص خبز مكعبات جبنة، يفضل جريير عشان مش بتسيح بسرعة قوي يعني في الفرن، لكن ممكن برضو نحط اي نوع جبنة احنا بنحبه. وبعد ما نحط الجبنة فوق الشو هنرجع نكمل خبز الشو لحد ما يتخبز تماما. وبكده نكون عملناه، وإن شاء الله يعجبكم وتعملوه على السحور. ودلوقتي نبتدي بعجينة الشو. هنحط المية والزبدة والملح والفلفل على النار. وأول الزبدة ما تسيح، وبعدين المية والزبدة يبتدوا يغلوا مع بعض. هنحط الدقيق كله مرة واحدة ونبتدي نقلبهم بسرعة فوق النار لحد ما يتكوروا، ونفضل نقلب فيهم علشان نحاول نطلع أكبر كمية من المية منهم ممكنة. بعد كده في طريقتين ان احنا ندخل البيض
أو نمزج البيض معاهم. في طريقة باليد، والطريقة دي لازم نخلي العجينة تبرد تماما، بعد كده هنحط البيض بالمعلقة الخشبية واحدة واحدة. هتبقى يعني كل ما نزود بيضة هتبقى صعبة شوية ان البيضة تمتزج مع العجينة، بس شوية شوية بتمتزج. او العجينة وهي سخنة تماما هنحطها في العجانة، ونحط كل البيض مع العجينة مرة واحدة، ونشغل العجانة. وبرضو في الأول هيبان ان هما مش بيمتزجوا، بس بعد كده هنلاقي العجينة امتزجت. انا بقلب على طول لان انا مش عايزة المية تغلي قبل الزب ما تسيح، وإلا جزء كبير من المية هيتبخر، وانا عايزة احافظ على المية الكمية بتاعتها تبقى تفضل يعني زي ما هي على قد ما هو ممكن. واول الزبدة مساحت هسيبها تغلي، وبعد كده احط الدقيق مرة واحدة. اهي بتغلي، اول ما تبتدي تتكور يبقى كده قربت تبقى جاهزه. واول العجينه ما تبتدي تتكور بالشكل ده يبقى كده خلاص جاهزه، واخدها على طول على العجينه. وأحط كمية البيض عليها كلها، ونبتدي نضرب على طول. وهنفضل نضرب لحد ما درجة الحرارة بتاعت العجينة تبقى تقريبا درجة حرارة الغرفة، وبعدين هنحط الجبنة. والديك الرومي المدخن، ونضرب شوية كمان عشان يختلطوا بالعجينة. وننزل من هنا، وبعد كده هناخده نحطه في كيس الحلواني. وطبعا قبل ما نحطه هنقلب عشان بس لو في اي حاجة من الجبنة او الديك الرومي ما توزعتش كويس نوزعها. وآخد
وابتدي. طبعا هرجع أعملها تاني وأستعمل الكمية اللي عندي كلها، وهخبزها نص خبز وبعدين أرجع أطلعها من الصينية تاني، وهي يعني هتبقى يدوب ارتفعت شوية. هجيب الجبنة اللي أنا مقطعها مربعات، وهحط فوق كل واحدة من دول قطعة جبنة بالشكل ده، وأرجع أدخلها الفرن تاني. قطعة الجبنة دي طبعا في بقية الخبز هتسيح فوق الشو، وهيطلع الشو بالشكل اللي أنا هوريه لكم دلوقتي. وده بيبقى شكله بعد ما بيطلع من الفرن والجبنة تسيح عليه، وإن شاء الله تستمتعوا بيه في السحور، وأشوفكم في الحلقة الجاية على خيرة الله، ورمضان كريم. Thank you.